أدي بشكل كويس، كان مركز برضه. حراسة المرمى عليها دور كبير جدا مع النادي الأهلي. يعني الشناوي طبعا من الحراس المميزين، الحراس اللي هم الحقيقه يعني مستواهم في ارتفاع. الحقيقه المباراه النهارده يعني كانت معظمها كلها كور عاليه، ودي ميزه الشناوي. يعني هو مميز الحقيقه في الحاجات العاليه، الحاجات اللي تحت دي بتبقى عنده يعني شويه ضربات شويه. ان شاء الله نرجو ان في مباراه وفاق الصيف ما نشوفش الحاجات دي. لكن هو جون خد الثقه خلاص، لعب كاس عالم ونادي الاهلي الاول، يعني عشان تحرس نادي الاهلي وتبقى رقم واحد حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا. لما يلعب الشناوي ويقعد لاعب بقيمه واسم شريف اكرامي احتياطي ليه، ده اكيد لازم لازم يبقى يديله ثقه ويديله مع المنتخب برضه خد على عصام الحضري طبعًا ووقف في طبعًا كاس العالم طبعًا. دي خبرات يا كابتن بتبقى كبيره. طبعا طبعا كل ده بيثقل الشناوي، والحقيقه الشناوي الفتره دي غير الفتره اللي فاتت. ونرجو ان شاء الله الفترات اللي جايه في ظل ان انت عارف المكان ده الوحيد الغلطه بتاعته جون. طبعا الغلطه جون يعني طبعا. فمحتاجين يمكن الناس كلها مباراه السواتيني الهدف اللي جه اتكلموا على الهدف. انا شايف ان هو مش يعني مش خطوه الكره في نص الملعب، فطبيعي ان هو بقى متقدم انها تتحط بالشكل ده، ده فيها توفيق كبير جدا. لكن وارد جدا ان يجي اهداف ويجي اهداف من اخطاء، ما فيش مشكله، لكن نتداركها الفتره اللي جايه.